وكنا تناولنا معاكم من يومين خبر عن اشتباه بمحاولات قرصنة إيرانية لحملة دونالد ترامب، وقتها نشرت بوليتيكو مقال عن تلقيها رسائل بريد إلكتروني بتحتوي ملفات داخلية مسربة من داخل حملة ترامب من حساب مجهول لشخص اسمه روبرت. وطلعت مايكروسوفت وقالت إنه المجموعات الإيرانية أطلقت مواقع إخبارية سرية بتستهدف الناخبين الأمريكيين. الجديد اليوم إنه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو FBI اعترف إنه فتح تحقيق عالي المخاطر بيتعلق بالأمن القومي، والموضوع ما عاد متعلق بس بحملة ترامب، لا كمان في 3 من العاملين في حملة هاريس قالوا إنهم تلقوا رسائل بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي، وبتمنح المتسلل إمكانية الدخول على اتصالات الحملة، وقالوا إنه هذه محاولات ما كانت ناجحة.